أدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أهل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه: مسألة إذا نوى الإفطار أثناء صومه. والمقصود بهذه المسألة أنه عزم على الإفطار ومكث بدون أكل ولكن بغير نية الصوم، هل يصير مفطرا أم لا؟ قال: المشهور من مذهب المالكية والحنابلة أن من نوى الإفطار ولم يتناول شيئا من المفطرات أنه يعد مفطرا، لأنه نقض الصوم بالنية، وهو قول الظاهرية والفيروز آبادي والبغوي وغيرهما من الشافعية. والسبب في ذلك أنه ترك أحد ركني الصوم، الصوم له ركنان، ما هما عندك؟ النية والإمساك عن الفطرات، وهذا نقض النية. والكلام في حق من عزم وليس في حق من يحدث نفسه، ليس في الذي يحدث نفسه ويتردد هل أفطر أو ما أفطر. لا، رجل يقول أنا لن أصوم، تركت الصوم، لماذا ما تأكل أو تشرب؟ يقول ما في أكل أو شرب، لو يوجد الماء لا شربت، يعني على سبيل المثال، يعني عزم مؤكد. قال: واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقالوا: النية شرط في جميع الصوم، فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية فبطل، وإذا بطل البعض بطل الجميع، لأنه لا ينفرد بعضه عن بعض. وذهب الحنيفية إلى أن الصائم إذا نوى الإفطار لا يعد مفطرا بمجرد النية، وهو مذهب الأكثر من الشافعية. واستدل الحنفية بأن مجرد النية لا عبرة به في الأحكام الشرعية ما لم يتصل به الفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ما هو الجواب على استدلال هذا؟ عندك عبد الوهاب؟ يعني هذا حديث نفس، نحن نتكلم على عزيمة، نحن نتكلم على العزيمة ولا مجرد حديث نفس. حديث النفس ما يؤاخذ بها، ولذلك قال في آخره: ما لم تعمل أو تتكلم، يدل على أن العزم يؤاخذ صاحبه. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقالوا أيضا: النية شرط انعقاد الصوم لا شرط بقائه منعقدا، ألا ترى أنه يبقى مع النوم والنسيان؟ والصواب هو القول الأول، وقد اختاره ابن قدامة ورجحه السعدي والشيخ ابن عثيمين ورحمهم الله. وأما الجواب عن استدلالات الحنفية فيقال: إن الإرادة والعزم من أفعال القلوب، فإذا عزم على رفض نية الصوم فقد أتى بنية متصل بها فعل القلب. وحديث النفس الذي لا يصاحبه عزم وتصميم معفو عنه بنص الحديث، وأما إذا صاحبه العزم والتصميم على الفعل ولو لم يحصل الفعل ترتب الثواب والعقاب عليه، لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما الشاهد من الآية؟ عندك عبد العزيز؟ يعني جعل الله الوعيد في حق من أراد، بمجرد الإرادة بالإلحاد في الحرم توعده الله بذلك. المراد به يعني على هذا التفسير أو على قول هؤلاء أنه عزم على شيء فيه. وفي الحديث: القاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل،
فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، متفق عليه. عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعة، أين الشاهد من الحديث؟ كان حريصا على قتل صاحبه، فلذلك استحق النار بسبب العزيمة. فالعزيمة فعل القلب وليست مجرد حديث نفس. العزيمة والكلام هنا في حق من نقض صومه عزيمة، وليس مجرد أنه متردد هل يفطر أو ما يفطر، هذا ما زال يحدث نفسه. وعلامة ذلك أنه إذا وجد الماء والطعام بين يديه أكل مباشرة أو شرب، هذه علامة أنه عزم مؤكد. وأما قولهم إن النية شرط انعقاد الصوم لا شرط بقائه، فالجواب أن بقاء النية يتناول أمرين: استصحاب الذكر واستصحاب الحكم. فأما استصحاب الذكر إلى نهاية العمل فمعفو عنه للمشقة البالغة التي لم يكلفنا الله بها. استصحاب الذكر يعني يجلس يبقى ذاكرا صومه طوال وقته لا يتخلف عن ذهنه، هذا لا يمكن. وأما استصحاب الحكم فهو البقاء على استصحاب حكم النية، وهو بأن لا ينوي قطعها، ولهذا لا يؤثر النوم ولا الغفلة في بقاء حكم النية، وهذا الثاني هو الذي يشترط في بقاء النية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. الحديث هذا في إضافة، أخرجه الترمذي، وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن، منكر الحديث جدا، وضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. وهذا الحديث مما أنكر عليه. الحديث ضعيف الأول في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، وهو يكفي، يكفي في فضيلة التعجيل. وهناك تنبيه في الحاشية: وهم صاحب العمدة، يعني عمدة الأحكام، فزاد في الحديث وأخر السحور. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور. وهذه الزيادة ليست في الحديث المذكور، وإنما رواها أحمد من حديث أبي ذر، وهو ضعيف لأن في إسناده ابن لهيعة ضعيف مختلط، وسليمان بن أبي عثمان مجهول. من الذي قلنا وهما عندك صاحب الإمام السوداء؟ من هو الذي روى الحديث بزيادة وأخر السحور؟ طيب أسأل داخل زيد صاحب عمدة الأحكام. أحسنت، عمدة الأحكام الذي جمع الأحاديث المتفق عليها في بعض الأحكام، أو بعض الأحاديث المتفق عليها في الأحكام، ذكر حديث سهل بن سعد: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. والحديث الصحيحين بدون زيادة وأخروا السحور. والتعجيل الفطر وتأخير السحور مستحب من أدلة أخرى. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين: المسألة الأولى تعجيل الفطور أو تعجيل الفطور. قال: في أحاديث الباب دلالة ظاهرة على استحباب وأفضلية تعجيل الفطر، وقد أخرج الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وصححه شيخنا رحمه الله في الجامع الصحيح. وظهور الدين مستلزم لدوام الخير، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فلما غربت الشمس
فقال: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. والعلة في ذلك ما جاء في الحديث المتقدم آنفا أنه مخالف لليهود والنصارى. والجدح تحريك الطعام بالمقدح، شيء من النعاك، شيء من الحيس كان يحركه في المقدح. والمقصود أنه أن الرجل كان لا يرى ظلام الليل، يقول: يا رسول الله لو أمسيت، يعني لو تأخرت قليلا. قال المهلب: والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل، ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين، وكذا عدل واحد في الأرجح. وقال ابن عبد البر رحمه الله: والتعجير إنما يكون بعد الاستيقان بغروب الشمس، ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك هل غربت الشمس أم لا، لأن الفرض إذا لزم بيقين لم يخرج عنه إلا بيقين. الله عز وجل يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، وأول الليل مغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين، ومن شك لزمه التمادي حتى لا يشك في مغيبها. فإذن لا إفراط ولا تفريط، فلا يقال إنه يتأخر حتى تظهر النجوم أو حتى يدخل ظلام الليل في الطرقات، هذا بعيد. فالأدلة واضحة في أنه بمجرد غروب الشمس يفطر الصائم، ومنها حديث عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وخطأ أيضا أن يتعجل قبل غروب الشمس، هذا لا يجوز أيضا، يأتي ويريد أن يطبق السنة فإذا به يتعجل قبل الغروب. وفي بعض الأماكن قد تختفي وراء بعض الجبال القريبة وليس موعد غروبها، فقد يتستر القرية، تستتر القرية أو الوادي بجبل قريب، فما زالت الشمس تظهر في جبال أخرى مجاورة، وإنما غربت غروبا طارئا عليه بسبب هبوطه، ليس هذا هو الغروب المقصود. مقصود غروب الشمس من الأفق الغربي، تغرب الشمس في الأفق الغربي تماما. إذا كان في مكان لا يرى الأفق الغربي وإنما تستره بعض الجبال فلا. ويستطيع أن يعرف ذلك بأشعة الشمس في الجهة الشرقية، لا تزال الشمس يصلها شعاعها من المغرب إلى المشرق. قال المسألة الثانية: حكم الإفطار قبل غروب الشمس. الإفطار قبل غروب الشمس في صوم رمضان يعد من الكبائر، وقد أخرج الحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه في حديث طويل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، أي مؤخرة القدم خلف الكعبين، يسمى عرقوب، أعقاب وعراقيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم تسير أشداقهم دما، فقلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. وقد صحاه الإمام مقبل بن هادي الوادي رحمه الله في الجامع الصحيح. تنبيه: قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان،
وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدث أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. يعني هذه من تلبيسات الشيطان على المتعبدين، الاحتياط، باب الاحتياط هذا أوقع الناس في البدع، فبدأوا بالاحتياط الشيء اليسير حتى وصلوا كما ذكر الحافظ في زمنه إلى نحو ثلث ساعة قبل الأذان، يؤذن الفجر قبل الأذان بنحو ثلث ساعة، فلا يزال هذا موجودا في هذه الأزمنة، يؤذنون قبل الفجر بهذا النحو ثلث ساعة ربع ساعة، ثم بعد ذلك يتعجلون الصلاة فإذا بهم يصلون الفجر قبل دخول وقتها، فلا يجوز ذلك، وهذا يؤدي إلى عدم صحة صلاة الفجر. فإذا علمت عن أناس أنهم يصنعون ذلك، يؤذنون قبل الفجر بنحو هذا الوقت، ثم بعد ذلك يقيم الصلاة ويبدأ الصلاة قبل طلوع الفجر، فما تصح الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكن لو أنهم تأخروا في الإقامة حتى دخل الفجر تصح الصلاة في هذا الوقت في مع دخول الفجر، إذا بدأوا بالصلاة مع دخول الفجر صحت الصلاة. وحرموا الناس الأكل إذا أذنوا قبل وقته، حرموا عليهم ما أحل الله، والعكس من ذلك أيضا في المغرب صاروا يتأخرون عن الوقت للاحتياط في العبادة، فوقعهم ذلك البدع. لذلك حرم النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء التحريم في الشرع في حق تقدم رمضان، انظروا هذا مثال في الاحتياط في اليوم، ولذلك سد الشرع هذه الذريعة عن الزيادة في الشهر، فقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، حرم ذلك إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم إذا وافق صومه، وإلا لحصل هذا الاحتياط، فهذا يحتاط وهذا يحتاط، وهذا يقول أنا متنفل فقط، ثم يأتي آخر يقول أنا متنفل، فإذا به مع الأيام ينقلب التنفل إلى احتياط، ومع الأيام يضاف إلى الشهر زيادة يوم أو يومين، والشيطان يستدرج بالعباد على هذا الحال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.